كما شهدت مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة إشادات كبيرة من المواطنين بجودة الأنواع المقدمة في المنافذ. كاميرا إكسترا نيوز رصدت تلك الإشادات من محافظات بني سويف والبحيرة والدقهلية. احنا النهارده موجودين في نقطه جديده في محافظه بني سويف، بنوزع لحوم باسعار مخفضه. سعر كيلو اللحمه المستورد ب 185 جنيه، سعر اللحمه المفروم بقري ب 190 جنيه. بنحاول نتحرك جوه المحافظه، بنحاول نروح اماكن جديده، بنحاول نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي تقدر تستفيد بالاسعار دي. لليوم الخامس على التوالي معاكم في مبادره اللحوم حياه كريمه لاهالينا في محافظه بني سويف. مستمرين مع اهالينا داخل محافظه بني سويف. كيلو اللحمه النهارده ب 185 والفراخ ب 90 جنيه، وما زلنا مستمرين مع اهلنا في المبادره. انا النهارده ماما بعتتني اجيب لحمه من عند مبادره حياه كريمه بسعرها جميل جدا 185 جنيه، ويا ريت نكون هنا على طول كل يوم. ونقول الله يبارك لك يا سيسي، حياه المبادره دي جميله جدا، ويا ريت تفضل اللحمه دي معانا على طول، ويا ريت تبعتها لنا للناس الغلابه والمساكين، الناس تاكل منها والحمد لله، لان اللحمه غاليه جدا جدا وما فيها ناس ما تقدرش تجيبها. يا ريت تخلوها لنا على طول، اللحمه دي تجينا هنا على طول. لحوم متوفره بقري وجماسي، لحوم مجمده برازيلي، الكيلو ب 185 جنيه للناس كلها. والله العظيم احنا سعداء جدا النهارده باليوم اللي نزلت العربيه طناح. من زمان ما سمعناش اي حاجه خالص نزل الطناح، فاحنا سعداء. المبادره اللي عملها سياده الرئيس مع طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياه كريمه ديت، بتساعد طبعا اللي هو الانسان اللي ظروفه على قده اللي هو محدود الدخل. كنا اول امس في مدينه المنصوره موفره لحمه بلدي، والنهارده بعتت لقريه طناح عربيه 200 كيلو، الكيلو ب 185، وده سعر يعني لا يقبل المنافسه يعني. مبادره حياه كريمه جزاه الله خيرا في هذه الايام المباركه، خاصه في شهر انتصارات اكتوبر، وطبعا جابت لنا في لحمه في طناح واجوار طناح. طبعا دي حاجه عظيمه، والتعليمات من السيد رئيس الجمهوريه، وحياه كريمه موجوده في كل البلاد، وموجوده النهارده في طناح، واللحمه ب 185 سعر مناسب جدا جدا للمواطن، وحاجه يشكر عليها السيد رئيس الجمهوريه وحياه كريمه. ربنا يخلينا الريس ويخلينا ايام الحلوه وناكل من تحت ايده ونشكره. الناس هنا لما عرفت المبادره العظيمه ديت كل الناس شايفين الاقبال. احنا في قريه هنا، قريه يوسف كمال شبراخيت تبع الوحده المحليه محله بش، في اقبال كبير وعايزين الحاجات دي تكون اكتر. الناس باذن الله في خلال ربع ساعه مش نص ساعه الحاجه دي تكون خالصه. والله مبادره كويسه وحلوه وجميله، واحنا بنشكر السيد رئيس الجمهوريه على المبادره ديت وعلى دعمه لمؤسسه حياه كريمه، مؤسسه محترمه، ونشكر كل القائمين على المؤسسه. والله مبادره حلوه، ونشكر السيد رئيس الجمهوريه، ولحمه رخيصه ومية مية والله.